مرحبا بكم في عرض المستوى الأول من قواعد الأسس. دعونا نبدأ بحل بعض المسائل. إذا قمت بسؤالكم كم ناتج، هذا أعرض مما أردته، لكن دعونا نبقيه هكذا. 2 للقوة 3 ضرب، ونعبر عن الضرب برمز النقطة أيضا. إذا كان سؤالي هو كم ناتج 2 للقوة 3 ضرب 2 للقوة 5، كيف يمكن حل هذا؟ في الواقع دعوني أستخدم قلم خطه أرفع لأن هذا يبدو سيئا. إذا 2 للقوة 3 ضرب 2 للقوة 5. حسنا، أعتقد أنكم تعرفون طريقة واحدة لحل هذه المسألة، فأنتم تعلمون أن 2 للقوة 3 يساوي 8، و 2 للقوة 5 يساوي 32، ومن ثم تقومون بعملية الضرب، و 8 ضرب 32 يساوي 240 زائد 16، أي يساوي 256، صحيح؟ يمكن استخدام هذه الطريقة وهذا منطقي، لأن العملية ليست صعبة لإيجاد 2 للقوة 3 و 2 للقوة 5، لكن فيما لو كان العددان أكبر فستكون العملية أصعب قليلاً. إذا سأريكم باستخدام قواعد الأسس أنه يمكنكم أن تضربوا أسس أو أعداد مرفوعة لقوة دون الحاجة للحساب، أو يمكنكم التعامل مع أعداد أكبر من تلك التي اعتدتم على حلها. دعونا الآن نفكر بناتج 2 للقوة 3 ضرب 2 للقوة 5. 2 للقوة 3 يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2، أليس كذلك؟ وسنضرب هذا ب 2 للقوة 5، أي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. إذن ماذا لدينا هنا؟ لدينا 2 ضرب 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 2. كم مرة سنضرب العدد 2 بنفسه؟ حسناً، 1 2 3 4 5 6 7 8، أي ما يساوي 2 للقوة 8. إنه ممتع، أليس كذلك؟ 3 زائد 5 يساوي 8، وهذا منطقي لأن 2 للقوة 3 عبارة عن 2 مضروبة بنفسها 3 مرات، و 2 للقوة 5 هو 2 مضروبة بنفسها 5 مرات، ومن ثم نضرب العددين ببعضهما، أي سنضرب 2 بنفسها 8 مرات، وأتمنى أنني لم أزعجكم. دعونا نقوم بحل واحدة أخرى. إذا قلت 7 للقوة 2 ضرب 7 للقوة 4، هذه 4. حسنا، 7 للقوة 2 تساوي 7 ضرب 7، صحيح؟ والآن دعونا نمثل 7 للقوة 4، 7 ضرب 7 ضرب 7 ضرب 7. أحسناً، الآن سنضرب 7 بنفسها 6 مرات، وهذا سيساوي 7 للقوة 6. إذا بشكل عام عندما أقوم بضرب بأسس تحتوي على نفس الأساس يمكنني أن أجمع الأسس. الآن لدينا 7 للقوة 100 ضرب 7 للقوة 50، ولاحظ أن هذا مثالا، سيكون من الصعب عليكم إيجاد ناتج 7 للقوة 100 دون استخدام الحاسوب، كذلك من الصعب إيجاد ناتج 7 للقوة 50، لكن يمكن أن تقول أن هذا يساوي 7 للقوة 100 زائد 50، أي 7 للقوة 150. وأريد أن أحذركم الآن، تأكدوا
من أنكم تقومون بعملية الضرب، لأنه إذا كان لدينا 7 للقوة 100 زائد 7 للقوة 50 سيكون علينا القيام بالعديد من الأشياء هنا. لا يمكنني تبسيط هذا العدد، لكن أريد أن أقول لكم شيئا الآن. إذا كان لدينا 2 للقوة 8 ضرب 2 للقوة 20، حسنا، نعلم أنه يمكننا أن نجمع الأسس ويكون الناتج 2 للقوة 28، أليس كذلك؟ وماذا لو كان المطلوب إيجاد ناتج 2 للقوة 8 زائد 2 للقوة 8؟ هذه المسألة مخادعة. حسنا، سأقول أنه عند الجمع لا يمكننا جمع الأسس، فلا يمكن تبسيطها، لكن يوجد قطعة صغيرة هنا حيث لدينا 2 للقوة 8 مكررة مرتين، صحيح؟ أي 1 ضرب 2 للقوة 8 و 1 ضرب 2 للقوة 8، وهذا يعادل 2 ضرب 2 للقوة 8، أليس كذلك؟ 2 ضرب 2 للقوة 8، أي لدينا 2 للقوة 8 مضافة إلى نفسها، و 2 ضرب 2 للقوة 8، حسنا، هذا يساوي 2 للقوة 1 ضرب 2 للقوة 8، و 2 للقوة 1 ضرب 2 للقوة 8 عند اتباع القاعدة ذاتها يساوي 2 للقوة 9. وأعتقد أن ما قلته لكم كان مفيدا، وينجح أيضا عند استخدام الأسس السالبة. فإذا سألتكم كم ناتج 5 للقوة ناقص 100 ضرب 3 للقوة 100، أو آسفة 5 لنبقي نفس الأساس، اعذروني فقط تشتتت أفكاري، 5 للقوة ناقص 100 ضرب 5 للقوة 102، هذا يساوي 5 للقوة 2، صحيح؟ ما قمت به هو أنني جمعت ناقص 100 زائد 102، وهذه 5، وأعتذر مرة أخرى عن الخطأ السابق. وبالطبع فإن الناتج يساوي 25، هذه أول قاعدة في الأسس. والآن سأقوم بتوضيح قاعدة أخرى وستبدو مشابهة لتلك التي قبلها. إذا سألتكم كم ناتج 2 للقوة 9 على 2 للقوة 10، إنها تبدو مزعجة قليلا، لكن ستتبع نفس القاعدة. فما هي الطريقة الأخرى التي تكتب بها المسألة؟ حسنا، نعلم أن هذا يساوي 2 للقوة 9 ضرب 1 على 2 للقوة 10، أليس كذلك؟ ونعلم ما ناتج 1 على 2 للقوة 10. حسنا، يمكنك إعادة كتابتها هكذا، 2 للقوة 9 ضرب 2 للقوة ناقص 10، أليس كذلك؟ كل ما فعلته هو أنني وضعت 1 على 2 للقوة 10 وقمت بقلبه ليصبح الأس سالب، وأعتقد أنك تدرك أن هذا المستوى الثاني للأسس. ومرة أخرى الآن يمكننا أن نقوم بجمع الأسس، 9 زائد ناقص 10 يساوي 2 للقوة ناقص 1، أو يمكن أن نقول أن هذا يساوي نصف، أليس كذلك؟ كانت هذه المسألة مثيرة للاهتمام، ففي حين كان العدد الذي يحمل قوة موضوعا في المقام يمكننا وضعه في البسط كما فعلنا هنا ونعكس إشارته إلى سالبة، وهذا يقودنا إلى قاعدة الأسس الثانية، ونبسطها عندما نقول أنها تساوي 2 للقوة 9 ناقص 10، أي تساوي 2 للقوة ناقص 1. دعونا نقوم بحل مثال آخر مشابه. إذا قلت 10 للقوة 200 على 10 للقوة 50، حسنا، هذا يساوي 10 للقوة 200 ناقص 50، أي يساوي 10 للقوة 150. كذلك إذا كان لدينا
سبعة للقوة أربعين على سبعة للقوة ناقص خمسة، فهذا سيساوي سبعة للقوة أربعين ناقص خمسة، أي يساوي سبعة للقوة خمس وأربعين. الآن أريدكم أن تفكروا بها، هل هذا الحل منطقي؟ حسناً، يمكننا إعادة كتابة المعادلة كالتالي: سبعة للقوة أربعين ضرب سبعة للقوة خمسة، صحيح؟ يمكن أن نأخذ واحد على سبعة للقوة ناقص خمسة ونقوم بتحويله إلى سبعة للقوة خمسة، ويكون الناتج سبعة للقوة خمس وأربعين. إذن قاعدة الأسس الثانية التي قمت بتوضيحها لا تختلف عن سابقتها، فإذا كان الأس في المقام، وبالطبع لدينا الأساس نفسه في كل من البسط والمقام، نطرحه من الأس الموجود في البسط، وإذا كان كلاهما في البسط كما في هذا المثال سبعة للقوة أربعين ضرب سبعة للقوة خمسة، لا يوجد مقام هنا بل لدينا عملية ضرب، وبالطبع يجب أن يكون لدينا الأساس نفسه، فنجمع الأسس. سأقوم بجمع الفرق هنا، وهو في الواقع الشيء نفسه، لكن هذا السؤال كان مخادعا قليلا. كم ناتج 2 للقوة 9 ضرب 4 للقوة 100؟ ربما ليس علي أن أعلمكم هذا النوع من الأسئلة، عليكم الانتظار حتى أعلمكم القاعدة التالية، لكن سأعطيكم تلميحا صغيرا. هذا يعادل 2 للقوة 9 ضرب 2 تربيع، الكل مرفوع للقوة 100. والقاعدة التي أود أن أعلمها لكم الآن هي عندما يكون لديكم عدد مرفوع لقوة ما، ومن ثم رفع هذا المقدار كله لقوة أخرى، بالتالي علينا أن نضرب القوتين. إذن المسألة تصبح 2 للقوة 9 ضرب 2 للقوة 200، ومن خلال هذه القاعدة التي تعلمناها ستساوي هذه القيمة 2 للقوة 209. في العرض القادم سأوضح هذا بالتفصيل، وأعتقد أنني سأزعجكم بهذا، لكن شاهدوا العرض التالي، وأعتقد أنكم بعد مشاهدته ستكونون مستعدين للتعامل مع قاعدة المستوى الأول من الأسس. استمتعوا بوقتكم.